أخبار اليوم. وانا واقف بحمي بلادي في عز البرد لقيتني بنادي وفي يناير بدأت امجادي وناس ضحت لاجل انت تعيش بتهني وانا اصلا منك ممكن سني يكون من سنك فاكر انك حر لكنك بالحرية ما تجرحنيش وانا واقف بحمي بلادي في عز البرد لقيتني بنادي وفي يناير بدأت امجادي وناس ضحت لاجل انت تعيش بتهني وانا اصلا منك ممكن سني يكون من سنك فاكر انك حر لكنك بالحرية ما تجرحنيش وانا قاعد مش مد اخوانا في اشارتي والناس فرحانة والاعلام والورد معانا خدنا ففخكو ما تلزمنيش مش مكسوف ولا خايف لاني بادبي مش شايف عيوني عليكي سهرانة ما تتضايقيش والله يا مصر انا فداكي وعهدك عمري ما انساكي ومن يلاقيكي بتنادي وما يلبيش كل شهيد رح يرفع راية احنا لكل الشعب حماية والارهاب ما انفعش معايا ما هزمنيش والارهاب ما انفعش معايا ما هزمنيش والارهاب ما انفعش معايا وما زمنيش